بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي المراحل التي يمر بها الإنسان منذ لحظة الموت إلى أن يبعث يوم القيامة؟ الحقيقة كل واحد منا يجب أن يعلم هذه المراحل لأنها تنتظره. لا يجوز لإنسان أن يقول سأواجه مصيري والآن أنا لست متفرغا للتفكير بالموت، وهذا ليس وقت التفكير بالموت، لأنك في أي لحظة قد تموت. ونحن نرى من حولنا أيها الأحبة، كل يوم هناك أناس يموتون، منهم من يموت موتا مفاجئا، منهم من يموت بحادث، منهم من يموت بمرض معين، بفيروس معين، بخلل معين في جسده، بأسباب كثيرة جدا. المهم أن الموت قريب منك، يجب أن تعلم في كل لحظة أن الموت قريب منك بأي لحظة، قد تموت وأنت نائم. لذلك لابد أن تعلم هذه المراحل التي القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي وصف لنا مراحل الموت. كل كتب الملحدين والعلمانيين والشعراء والمفكرين والأدباء والعلماء لا يستطيع أحد أن يصف لنا، حتى الكتب المقدسة المحرفة ليس فيها ذكر لمراحل الموت إلا قليلا جدا. مراحل الموت ذكرت بالتفصيل الممل في القرآن. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الموت أهم من الحياة، والله أيها الأحبة أهم بكثير. تصوروا الآن الناس السيئين، الناس الذين يتزاحمون، يأكلون بعض، يؤذون بعض، هؤلاء الناس تصوروا لو أن الموت لم يكن موجودا، كارثة، سيأكل الناس بعضهم بعضا. لذلك الموت رحمة من الله سبحانه وتعالى، الموت لك رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، لأنك يجب أن تنظر إلى الموت على أنه ليس نهاية، على أنه بداية المرحلة الحقيقية، بداية الحياة الحقيقية. أنت الآن تعيش حياة لهو وعبث، وهي ساعة فقط. 60، 50، 60، 70، 100 سنة ستعيش هي ساعة من الساعات التي ستمر عليك وأنت في القبر أو يوم القيامة، هي ساعة فقط أيها الأحبة. لذلك لابد لنا أن ندرك ونفكر بهذه المراحل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يدرك ذلك، وهذا واضح في كل كلامه، في سلوكه واضح، في تأمله واضح، في عبادته واضح، واضح هذا الكلام. أيها الأحبة، الإنسان المؤمن، دعوني الآن أخبركم بشيء، أن الجنة سهلة جدا جدا جدا، أسهل مما تتصورون. أحيانا الإنسان بكلمة طيبة يدخل الجنة، أحيانا بتصرف يعني بسيط نظنه بسيطا ولكنه عند الله كبير يدخل الجنة. أحيانا إنسان قد يعطف على إنسان أو يساعد إنسان ابتغاء وجه الله ويكون مخلصا في هذه اللحظة ويقول أنا سأفعل ذلك فقط ابتغاء وجه الله، قد يدخلك الجنة هذا العمل. لا تستهتروا أحبتي في الله في تقديم الخدمات للآخرين. يعني للأسف الشديد اليوم لا أحد يخدم أحد، لا أحد يساعد أحد، لا أحد يقرض أحد. اعلم أن كل عمل تقوم به قد يكون هذا العمل سببا في دخولك الجنة. لذلك الجنة سهلة جدا، ليست صعبة، والطرق ممهدة أمامك. طيب ماذا لو آمن الإنسان بالله وآمن بكلام الله وسار على منهج الله؟ ومنهج الله سهل جدا. الإسلام يسمح لك أن تستمتع بكل ملذات الحياة فيما شرع وأمر به الله سبحانه وتعالى. الإسلام يسمح لك أن تمارس كل أعمالك في الدنيا ضمن المنهج الذي حدده لك الله سبحانه وتعالى. إذا ليس هناك يعني حياة تعيسة ستعيشها، بالعكس ستعيش حياة سعيدة مليئة بالفرح بالسرور بالطمأنينة. المؤمن يجب أن يكون مطمئنا، وإلا ليس الذي يحزن
الذي ييأس، ييأس مجرد اليأس أيها الأحبة، يعتبره القرآن كفرا. سيدنا يعقوب قال لأبنائه: ولا تيأسوا من روح الله، إنه من ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافر هو الذي ييأس، المؤمن لا ييأس. المؤمن لا يحزن أيها الأحبة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآن لنفرض هذا الإنسان التزم بهذا المنهج الإسلامي البسيط وهو دين الفطرة. الإسلام أيها الأحبة دين الفطرة، ما تميل وترتاح له النفس وتهدأ له النفس هذا هو الإسلام. أنت ترتاح للطهارة، الإسلام يأمرك بالطهارة. ترتاح لذكر الله، الإسلام يأمرك بذكر الله. تحب مساعدة الآخرين، هذا فرض وأمر من النبي وأمر من الله أن تساعد الآخرين. تحب أن تعطف على الآخرين وتعطيهم المال وتتسامح معهم، هذا أمر من الله أيضا. وليعفوا وليصفحوا، أمر. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إذن كل ما ترتاح له، كل ما يحقق لك السعادة، هذا هو الإسلام. أنا هذه نظرتي، لا أعلم، ربما هناك أناس ينظرون للإسلام نظرة مختلفة، ولكن أنا حقيقة قرأت 6236 آية، هي آيات القرآن كاملة، وقرأت آلاف الأحاديث. أنا وجهة نظري أن كل ما يحقق لك السعادة هذا هو الإسلام. الشهوات تحقق لك التعاسة فيما بعد، يعني هناك لذة عاجلة ولكن تعقبها تعاسة وحسرة وندامة ومشاكل، الإسلام أبعدك عنها. المهم أيها الأحبة، لنفرض أن إنسان التزم بمنهج الله، كيف سيواجه الموت؟ أول شيء أيها الأحبة، لحظة الموت سوف ينقطع اتصالك بهذا العالم الخارجي، والناس من حولك لا يعلمون ما الذي يحدث معك، أنت في عالم آخر وهم في عالم الدنيا. أول ما تشاهده هو ملائكة الرحمة، طبعا نتحدث مثل المؤمن، وسنخصص الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن البعيد عن ذكر الله، اليائس من رحمة الله، الذي أمضى حياته لهوا ولعبا، ما الذي سيحدث معه؟ أول ما تشاهده هو ملائكة يأتون إليك بأجمل منظر وأبهى صورة وأروع كلام تسمعه منهم، تتمنى أنك تنظر إليهم ولا تنتهي، تتمنى أنك لا تعود إلى هذه الدنيا أبدا وتقطع صلتك بالعالم هذا، الدنيا هذه كلها. هذه الرسل، رسل الله يأتون إليك ومعهم ملك الموت عليهم السلام جميعا، يأتون ليبشروك بالجنة، ولكن قبل أن تبشر بالجنة يطمئنونك: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقولون لك: لا تخف، لا تخف مما سيأتي، نحن معك، لا تحزن على الدنيا، هذه دنيا تافهة ستنتهي وتدمر، الدنيا كلها ستدمر في النهاية، كل هذه المليارات التي تشاهدونها والمصانع والشركات والإعمار، الأرض، كل هذه الأرض ستفنى، ليس تدمر، ستفنى، كل من عليها فان، يعني ستصبح شيء يعني كأنها لا وجود لها. إذن لا تحزن، لا تحزن على هذه الدنيا، هي فانية، ولا تخف مما سيأتي، نحن معك. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثاني منظر تراه هو الجنة تفتح أمامك. طبعا هذا كله في عالم الغيب، القوانين مختلفة أيها الأحبة، القوانين الفيزيائية في الآن لم يعد لها وجود، لا قانون جاذبية ولا قانون الكثافة ولا سرعة الضوء، والزمن متوقف تماما، يتوقف الزمن. أصبحت الآن مهيئ للدخول في عالم البرزخ أو ما وراء البرزخ، سترى هذه الجنة. رجاء
دققوا وتخيلوا معي، كل واحد يتخيل ملائكة الرحمة في أبهى صورة، ومنظر الجنة بأنهارها بنعيمها. نحن الآن في الدنيا أحدنا يشقى كل عمره ويتعب ويسهر ليحصل على عقار أو شقة أو سيارة أو فيلا أو أي شيء، يعني سترى جنة عرضها السماوات والأرض، ليس لها نهاية، ليس لها حدود، ثمار، أنهار، أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من ماء غير آسن، نقي، ثمار ينابيع. ترى يقولون لك هذا هو مقعدك من الجنة. بالله عليكم، في هذا المشهد هل يتمنى أحد أن يعود إلى هذه الدنيا التعيسة؟ هل يتمنى أن يعود إلى هذه الدنيا التي ستفنى وتدمر؟ أم أن نفسه ستتشوق للقاء الله سبحانه وتعالى؟ فعندما تخرج هذه النفس، يتألم الإنسان طبعا، خروج النفس مؤلم، ولكن بالنسبة للمؤمن ينسى ألمه وخوفه وحزنه، وينسى الدنيا بما فيها مما يرى من النعيم، مما يرى من هذا المشهد الذي يعني يصبح عقله منجذبا إلى أن يصل إلى هذه الجنة. تخرج هذه النفس وتخرج الروح، والروح طبعا غير النفس أيها الأحبة. قل الروح من أمر ربي، الروح هي شيء إلهي، نظام عمل كوني. النفس هي التي قد تكون خبيثة أو مطمئنة، نفس شريرة، نفس سيئة، نفس أمارة بالسوء، أو تكون نفس هادئة مطمئنة. نفسك هذه الهادئة ستحملها الملائكة، وتتوفى هذه النفس وتصعد بها إلى الله، فتفتح لها أبواب السماء. طبعا المجرم لن تفتح له أبواب السماء، ستبقى نفسه الخبيثة على الأرض. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أنت كمؤمن الآن مكرم، أنت صاحب سلطة، صاحب قوة، تستمد قوتك من الله، معك الملائكة، معك الكون كله معك الآن، لا خوف، انتهى الخوف، لا يستطيع أحد أن يؤذيك أو يتحكم بمصيرك أو يؤذيك بكلمة. ستصبح في عالم مليء، مليء بالجمال، مليء بالرحمة، مليء بالمغفرة، مليء بالرزق. هذا الأمر أيها الأحبة، ستكون نفسك وروحك في السماء. هذا المشهد الذي يعيشه كل إنسان مؤمن بالله، ما هو ثمنه؟ بالله عليكم، ثمنه أبسط وأسهل مما تتصورون. قليل من التواضع، هذا هو ثمن الجنة. ذكر الله، أن تقدم خدمة للآخرين، أن لا تؤذي الآخرين، أن تأتي وتستمع لكلام الله وتسعد وتفرح بهذا الكلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هذا المشهد أيها الأحبة الذي تراه ونفسك تتنعم به، سوف تعيش حياة هي ما بعد البرزخ، ما وراء البرزخ، لأنك ستعبر هذا البرزخ الزمني، وهذه الحياة قد تستمر مليارات السنين أيها الأحبة. نحن لا نعلم متى ستقوم الساعة حقيقة، حتى بعد أن تفنى الأرض، كل من عليها فان، وتدمر الكواكب، وتكور الشمس وتفنى أيضا، ويفنى هذا الكون، ثم يعيد خلقه من جديد، سبحانه وتعالى يعيد خلقه من جديد. هذه المدة قد تكون مليارات السنين، ونحن لا نعلم، هذا أمر غيبي. كل هذه المدة أنت تنعم خلالها، أنت في حالة نعيم،
يستبشرون برزق الله، برحمة الله، بفضل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. هناك رزق مادي ملموس لهذه النفس، لأن حقيقة السعادة والتعاسة هي للنفس. هذا الجسد ليس له قيمة، حتى في الدنيا ليس له قيمة أيها الأحبة. الآن عندما تخرج النفس خارج الجسد، جسد هذا حتى لو قطعته ليس له أي قيمة، ولا وليس هو صاحب الشعور. الشعور باللذة أو الألم هو في النفس، موطنه في النفس، وليس في الدماغ، وليس في الجلد، وليس النفس هي التي تشعر، هي التي تتألم أو تتعذب أو تتلذذ أو تتنعم. إذا أيها الأحبة، ستشاهد ملك الموت بأجمل صورة، تشاهد ملائكة الرحمة بأبهى وأجمل صورة، سيذهب الخوف والحزن والألم والأسى والمرض وكل شيء سينتهي. ستبدأ حياة جديدة، هي الحياة الحقيقية، أنا أعتبرها الحياة الحقيقية، تبدأ بعد الموت في عالم البرزخ. عالم البرزخ عالم مليء بالأحداث، تتلاقى فيه الأرواح، ترى من تحب، لأن الله عز وجل يكرم المؤمن حتى وهو في القبر، يكرمك وأنت حي وأنت ميت. إذا اشتهت روحك أن ترى أب أو أخ أو إنسان عزيز فقدته، ستلتقي معه. سيصلك عمل ابنك النافع. العلم الذي تركته ستتنعم بثوابه وأنت ميت. إذا تركت علما نافعا، ستجد أن كل من انتفع بهذا العلم وأنت ميت، سيأتيك ثواب ورزق تتنعم به وأنت ميت. سبحان الله. بالله عليكم، أنا لدي سؤال. بعد هذه الرؤية، يعني الآن أحدنا لو ضمن بالفعل، وثق بكلام الله وقال بالفعل أنا آمنت بالله وطبقت منهج الله سبحانه وتعالى ومتشوق للقاء الله، بالله عليكم، هل بعد هذا المشهد، هذا المصير، المصير الرائع الذي ينتظرك، هل سيصبح لك خوف من الموت؟ هل ستخشى لقاء الله بعد ذلك، أم ستحب لقاء الله؟ لذلك أيها الأحبة، أنا دائما أقول، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وألا يجعلنا من أولئك الذين كرهوا لقاء الله، لأن مصيرهم جهنم، سيكرهون لقاء الله، وكره الله لقاءهم. وأرجو أن تحفظوا هذه الآية الكريمة وترددوها، لأنها مريحة للنفس حقيقة. الله تبارك وتعالى يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.